ينور عليك يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك يا رب، ناصيتي بيدك يا رب، ماض في حكمك، عدل في قضاءك يا رب. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا رب أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومبلغ علمنا وجلاء همنا وغمنا، وأن تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم. يا رب أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يا ذا البطش الشديد والأمر الرشيد، يا رب أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، إنك غفور ودود. يا رب هذا دعائي وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. أيها الأخوة الأماجد، القرآن الكريم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صلاة وسلاما عليك يا سيد العقلاء يا خير الورى، والجالس معنا في هذا اللقاء والمستمع إلينا في كل مكان، يجب أن يقدم التحية العطرة المباركة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتحيتنا إليك يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. آيات بينات من دستور الأرض والسماء يتلوها علينا قارئ العالم الأول والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء لله ما في السماوات وما في الأرض
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها
ذهبت ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا
فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين لا يفرق الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت Gracias.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الله لا إله إلا هو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
قوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو، هو الحي القيوم، الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل
على الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز
العظيم. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وعبارة خطر من الإسلام عشنا سويا في رحب القرآن الكريم. لا أعلم السمع حضراتكم زالكم الله علم القرآن الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بالقاهرة وذلك عبر أثير مكة إذاعتنا المحلية وشركة عمل الهندسة الصوتية دارة محمد سلام ببرهمتوش مركز مدينة السنبلاوي الشركة عمل أعضاء الكهربائية مناطق معطات دزلات الكبرى لصاحبها الحاج شهد إمام دارة المهندس إبراهيم إمام مهندس حسن إمام المقيمان بالحوال بمدينة السنبلاوي كبرى مخاز فراشة زبال الكبرى كسر الدافع المتنقلة عام الجمهورية الذي كمل وجمل برعاية الحاج رضا الطنطاوي وأولاده مقيم ببشمس مركز مدينة السنبلاوي الخدمات الفندقية طلت من أولاد المعلم نور بابا رميت وشكر الله وسعكم جميعا.